طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. أفادت مصادر أمنية في العراق اليوم الاثنين بمقتل ما لا يقل عن 10 عراقيين وإصابة نحو 20 آخرين في حصيلة أولية جراء اعتداء إرهابي نفذ بواسطة عبوة ناسفة داخل سوق شعبية شرقي العاصمة بغداد. مسؤول أمني تحدث لصحيفة العربي الجديد وقال بأن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم في سوق الوحيلات بمدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حصيلة أولية قابلة للزيادة. من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني وقوع التفجير وقالت في بيان لها بأن اعتداء إرهابيا نفذ بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح. وذكرت وكالة الأنباء العراقية بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإيقاف مسؤولي الأمن في المنطقة التي حصل فيها التفجير وفتح تحقيق في الاعتداء. وأكد ضابط أمن في مدينة الصدر لصحيفة العربي الجديد بأن قوة أمنية توجهت نحو منطقة التفجير وطوقتها بالكامل وأخلت المدنيين، مبينا بأن سيارات الإسعاف نقلت القتلى والجرحى ولا توجد بعد حصيلة نهائية لعددهم. من جهتها رجحت مصادر أمنية بأن يكون الاعتداء الإرهابي ناجم عن تفجير انتحاري، هذه رواية ثانية، بواسطة حزام ناسف. طبعا مدينة الصدر شهدت في 30 يونيو حزيران الماضي تفجيرا في سوق المحابس وهي سوق شعبية، حيث أسفر التفجير عن إصابة 7 أشخاص. خلونا نشوف هذه الصور التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي للحظات الأولى للتفجير وكذلك لتوافد الجرحى إلى المستشفيات في مدينة الصدر. نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. لا حد يفتر شباب، هذاك جاي وطقة فيه، دير باك من الثانية، دير باك من الثانية، تعال جاي، تعال اسحب يا حجية، اسحب ابويا، اسحب ابويا، اسحب يا حجية، اسحب ابويا، اسحبوا اسحبوا، دير باك من الثانية، طلع قوموا قوموا يا ابو قوموا قوموا قوموا، دير باك من الثانية، قوموا بابا قوموا بابا قوموا بابا قوموا بابا قوموا قوموا. لا حد يفتر شباب، هذاك جاي وطقة فيه، دير باك من الثانية، دير باك من الثانية، تعال جاي، تعال اسحب يا حجية، اسحب ابويا، اسحب ابويا، اسحب يا حجية، اسحب ابويا، اسحبوا اسحبوا، دير باك من الثانية، طلع قوموا قوموا يا ابو قوموا قوموا قوموا، دير باك من الثانية، قوموا بابا قوموا بابا قوموا بابا قوموا بابا قوموا قوموا. يعني اليوم عرفات وباشر عيد إن شاء الله، ولكن مع الأسف أنه كل يوم في العراق هناك مأساة وهناك مذبحة تحصل في العراق. يعني الروايات لغاية الآن أنه مرة يقول لك حزام ناسف، ومرة يقول لك عبوة ناسفة، ومرة يقول لك هجوم إرهابي، وين القوات الأمنية؟ وين القوات الأمنية؟ وين السيطرات حتى يوصل لهذا السوق الشعبي في مدينة الصدر ويفجر ويخلف هذه الضحايا؟ يعني أطفال بيناتهم، نساء، ناس طالعة تسوق على العيد، مأساة مأساة مع الأسف. طبعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمر اليوم بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف، وذلك بعد
تفجير سوق الوحالات. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها بأن القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحالات بمدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد. ووجه الكاظمي وفق البيان بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث. وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت في بيان لها بأن اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع. شوف التضارب في المعلومات، مرة يقول لك عبوة ناسفة ومرة يقول لك حزام ناسف في سوق الوحالات بمدينة الصدر الشرقية العاصمة بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح. فيما أشار مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز إلى أن الحصيلة النهائية لضحايا الانفجار بلغت 5 قتلى بينهم طفل و15 جريحا في العراق. يعني مثل ما يقول الشاعر تميم البرغوثي على نشرة الأخبار: في كل ليلة نرى موتنا تعلو وتهوي معاوله، أرى الموت لا يرضى سوانا فريسة، كأن لعمري أهله وقبائله لنا ينسج الأكفان في كل ليلة، لخمسين عاما ما تكل مغازله، وقتلى على شط العراق كأنهم نقوش بساط دقق الرسم غازله. يعني مأساة مأساة. من يتحمل مسؤولية هذه التفجيرات وهذه الخروقات الأمنية المتكررة في العراق في العاصمة بغداد وفي هذا اليوم في ليلة العيد يوم عرفات، ناس طالعة تسوق تتفاجأ بتفجير؟ وين هذا الأعداد الكبيرة من القوات الأمنية بكل صنوفها، الاستخبارات، الأمن الوطني، الشرطة؟ كثير. يعني احنا تقريبا اليوم اذا نجمع القوات الامنيه يوصل العدد الى 1,000,000 تقريبا. يعني معقوله ما يقدرون يسيطرون على عبوه ناسفه، على هذا الانفجار، هذا المسلسل اللي يتكرر قبل كل انتخابات؟ هل يعقل بانه يكون يعني مصادفه موافقه انه تحدث قبل الانتخابات؟ يعني شفنا احنا ذاك الاسبوع اللي حصل في الناصريه ومستشفى الحسين والحريق اللي صار، يعني الأمر كأنه مدبر، راح 124 شهيد عراقي بالمستشفى والناس طلعت وحشد وقالوا إنه الأمر مدبر. يعني باب مسدود وباب مفتوح وحاطيهم بكرفانات حديد واحترقوا، وأكل يوم حديث عن هناك 10 جثث تفحمت. هل يعقل؟ وطبعا قبل يومين هم صار حريق بس الله ستر، هم بالناصرية هم بكرفانات حديدية لمرضى السرطان، وشفنا مقاطع الفيديو اللي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. يعني هذا الصراع السياسي بين الكتل السياسية، حتى إذا يقولون لا مو إحنا، فهذا يؤدي إلى التقصير الأمني تجاه الحد من وقوع هذه الهجمات. ناس أبرياء تروح في العراق دمها يروح هيش بلاش ببلاش، والجماعة قاعدين ما يتحملوا المسؤولية ويطلعوا لك في بيانات المعلومات متضاربة لغاية الآن. واحد يقول لك عبوة ناسفة والثاني يقول لك حزام ناسف، واحد يقول لك العدد 3 وواحد يقول لك العدد 10 وواحد يقول لك العدد 5، ويطلع رئيس الوزراء يكلف بلجنة تحقيق. إذن هذه القوات الأمنية إذا ما عندها جهد استخباري للحد من وقوع هذه الهجمات وهذه التفجيرات، شنو شغلها العاد؟ شنو شغلها؟ معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. أخي عبد الرزاق، كيف ترى ما حصل اليوم في مدينة الصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة والخلود للشهداء العراق والشفاء العاجل لمرضانا. المفروض أقول لك يا دكتور كل عام وانت بخير. نعم. لكنه مع كل الأسف وجود هذه الطبقة الفاسدة أعزيك وأعز نفسي وأعز الشعب العراقي بهذا المصاب الجلد. نعم. دكتور، هذه احنا نكرر قولنا كلامنا بأنه هذه الطبقة السياسية هي إرادتها
أن تقضي على العراقيين، لأنه هم عملاء وخونة لدول. فالعميل والخائن أبد ما يشتغل البلد ولا يخن على بلده، فذولا خونة ومرتزقة لدول أخرى. يعني إحنا بهذا اليوم، اليوم العظيم اللي الناس تترتب يوم عرفة وانظارها إلى الكعبة وتدعو لهذه الليلة المباركة، وشوف حولوا الفرح إلى معاصي. يعني أي إنسان يقبل هذا؟ نعم. أي إنسان يعني والله حتى اللي ما عنده ضمير وخاله ضمير ما يسوي هذا العمل. بس والله يا دكتور دولة يعني شو تقول بشر، ما أقول بشر، دولة شياطين الإنس دولة. والله العظيم حتى إبليس يستحي أن يسوي العمل اللي يسووه هذا والله، لكنه دولة سفلة ومرتزقة. يعني أنت تشوف الأمر يعني مقصود؟ الأمر مقصود مليون بالمية يا دكتور، مليون بالمية مفتعل ومقصود. هو هذا يعني هذه الصراحات اللي بيناتهم، اللي الضحية تكون الشعب، الناس الأبرياء. شنو نعم. يعني شنو مصير هاي الناس يوم؟ شنو ذنبه هاي الناس الفجعت والناس يعني تتركب اليوم العيد والناس فخانة بهذا اليوم المبارك، يسوون اليوم أسود. الله يسود وجوههم إن شاء الله، والله يفجع قلب كل من كان وراء هذا العمل. برأيك شنو هدفهم؟ شنو هدفهم من هذه التفجيرات وهذه الحرائق إن كانت مقصودة؟ دكتور هي صراعاتهم السياسية والغنائم مالتهم والمناصب يدفع ثمنها هو المواطن البسيط، هو المواطن البسيط هو اللي يدفع ثمن الصراعات السياسية. وإلا أنا أريد أقول يا دكتور، وين عمل الاستخبارات العسكرية، استخبارات الداخلية، هاي القوى الأمنية الهائلة اللي تستلم هاي الرواتب، وينهم؟ يعني أدري إما نخلي أنت لما عندك هيك جيش هائل وجيش جرار يعني حتى خزينة الدولة فلستها على هذه المسميات، وإحنا ندري كلهم دولة يعني كلهم مالهم موجود زين، لكنه مع كل هذا ذاك يقول وين هذا الجيش الجرار؟ وين وجوده؟ ليش ما يحمل الناس الأبرياء؟ زين لما يعني جيش وقوة أمنية ما تحمل الأبرياء، من هو اللي يحميه؟ يا أخي إحنا ما عندنا دولة يا دكتور، صدقني إحنا ما عندنا دولة، عندنا مجموعة من العصابة والقتلة اللي هم جاي يقتلون العراقيين. يعني صراحة يعني ما عندنا دولة، ونشكر يعني أمرنا لله الواحد القهار. بس مع كل هذاك نطالب الناس الخيرين، نطالب الأمم المتحدة، مجلس الأمن بين يشوفون حل، بين يحمون الشعب العراقي، لأنه إذا بقى الشعب العراقي مصيره في هذه الطبقة لا والله مزيد من المآسي، مزيد من القتل، مزيد من سفك الدماء. وتحياتي لك دكتور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا أشكرك عبد الرزاق من باب الكلام. معنا أبو علي من واسط. أبو علي، كيف ترى هذا التفجير في مدينة الصدر؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء هذا التفجير وأن يشافي الجرحى يا رب. دكتور كل عام وأنتم بخير، والله يتقبل طاعتكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة. يعني باسمي أنا، باسم كل العراق، نقدم التعازي إلى أسر شهداء العراق. نعم. منذ عام، منذ تأسس حتى اليوم. العراق إحنا متعودين على العراقيين، كل عيد لازم هناك تكون شهداء، ليلة العيد قبل العيد بليلة أو ليلتين، هذا الشيء متعودين عليه العراقيين. كذلك متعودين على الموجود اللي الآن في السلطة في البلاد، هم أساسا يزيد يتقربوا إلى الشعب بدم الشعب. يعني مدينة الصدر، تفجير مدينة الصدر هي ليس غريبة عليها، كل مرة يفجر كلهم ضحايا مقتدى الصدر، ضحايا حزب الدعوة، ضحايا قوات بدر، ضحايا قيس الخزعلي، هم هذول هم ضحايا هذا الشعب. يعني كل مرة يقدمون قربان للأحزاب بيناتهم، الآن راح سيد مقتدى راح يزعل ويقول احنا نريد نختصم الفاسدين، لو ألعب لو أخرب الملعب، لو شارك بالانتخابات وحسب اللي هو يريده، أو أنه لا انتخابات ماكو ولازم احنا نصير نرجع إلى الفوضى. أعتقد أنه الأعرجي في لقاء مع إحدى القنوات الفضائية قال لحد الآن ترى جيش المهدي وما أدري منهم مسميات جديدة، قال هذول موجودين، يعني لا تحسبون مجمدين. هذه هي بدايتها،
يعني احنا ضحيه يعني حتى يعني حفلات الشواء اللي سووها يوميا امس فندق قبلها مستشفيات يوميه يعني العراقيين يقتلون ويشون ولحد الان جثث ناس تدور على اهلها ما لقيتها متفحمه. هذا شيء يعني مو جديد على هذه الاحزاب، هي مستعده انه تبني حكومه على دماء الشعب، مستعده ان تزرع يعني اشواكها بدماء العراقيين. فهذه مو غريبه دكتور. يعني من يقف وراء هذه التفجيرات والحرائق برايك؟ هم نفسهم كلهم يرجون واحد يفشل واحد، كل واحد كان لوزاره الثانيه يريد يحرقه. هم نفسهم ترى يعني لا يقولون لداعش وغيرها وهذه، لا هم نفسهم. واحنا طلعنا هذا ضابط ملازم اول في الشرطه هو اللي على اساس قتل هشام الهاشم، يعني نفس الشيء هم هذا اللي مسؤول الامني هو اللي سمح لهذول التفجيرات تدخل وكذلك سمحوا الحرس يدخلون الناس وتحرق المستشفيات. ما صعدنا ثقه بالحكومه، احنا كنا نقول انه مخترقه الجيش والشرطه مخترقين، اصلا هم اثبتوا لنا بالدلائل انهم مخترقين. فلذلك نفذ الهجوم هذا على شهداء مدينه الصدر هم نفسهم من السلطات الامنيه واللي منتمين للاحزاب والميليشيات، فيعني هم اللي يقفون وراهم. والمتهم الاول والاخير هو مقتدى الصدر، لان ابناء مدينتك انت ما حافظت عليها، ما قدرت تخلي لك لواء شرطه في مدينتك يحفظون اللي هم وصلوك لهذا المستوى، وصلوا التيار الصدري. يعني انت باصواتهم انت توصل، من يوصلك؟ لو تزور له باصواتهم انت توصل. يعني انت ترى الهدف من وراء هذه التفجيرات والحرائق هو جهه تريد افشال جهه اخرى؟ بالضبط، او انه يشوف ترى جاي يقتلون بالصدريين، فاحنا لازم نرجع مره ثانيه ونبني من جديد. وحتى يبرؤون انفسهم دكتور، حتى يبرؤون انفسهم، ينسون العراقيين بالفساد وغيرها، شوفوا ابنائكم من اللي يقتل بيهم، شوفوهم من اللي شو اسمه. فلذلك هم حتى شلون يغطي، يعني شغله تغطي على شغله، لازم هم يسوون شيء. يعني الفساد المالي غطوها بفساد وزاره الصحه وحرق المستشفيات، سالفه حرق المستشفيات سووها بهذه مالت الشهداء، وهلم مجرى يوميا يجيبون لنا تفجير وغيرها. وهم نفسهم يعني انا كرايي المتهم الاول والاخير مقتدى الصدر، ما قدرت تحافظ على ابناء مدينتك. بعد انت المدينه ما قدرت، مو تريد رئيس وزراء وتطلع لنا مهدوري تقول اسرائيل تمنع تبليط شارع مدينه الصدر، مو يطلع لك شو قالت بالتلفزيون؟ نعم. لعد انت يا مختصر ما حميت ابناء جلدتك اللي هم الصدريين، ما حميت، لا شلون تيجي تحكم حكومه تصير رئيس وزراء؟ صح ولا لا؟ هو منطقي، انت ما تقدر تحكم لك شارع، تيجي تحكم لك دوله؟ لا يعني هم اصرار زعماء الكتل السياسيه وعلى راسهم المعممين على ابقاء نفوذهم وتدخلهم في تعيين شخصيات في اماكن حساسه، يعني المحاصصه اللي صار لها 18 سنه اللي جلبت هذا كل هذا الخراب وهذه الحرائق وهذه التفجيرات، يعني ما كافعات؟ لا ما كاف، ما يشبعون دكتور، ما يشبعون. هم جاي يخلون في السلطات الامنيه حتى يحمونهم، يخلون بالقضاء حتى ما يقيمون عليهم دعاوى، دعاوى قضائيه، يخلون بالديوان الرقابه الماليه حتى ما يكشفون فسادهم. فهم متنفذين، فهم ما يردون هذا البلد يصلح. لو هم يردون يعني هم مو صار لهم حوالي يعني بال 18 سنه يحكمون البلد، انت تقول شبع وما يشبعون. لو بدليل انهم سيردين يرجعون يعني الانتخابات مره ثانيه ويردون يدخلون بالانتخابات، تعالوا ايش سويتوا ال 18 سنه؟ يعني هو معقول المثل يقول إلا لم تستحي فعل ما شئت. انتم ما سويتوا شيء، انتم تجين تقول هسه تقول انا اريد اصلح العراق. انت عندك 18 سنه ما اصلحت العراق، اليوم انت من كان العراق الموازنه التجاريه ميزانته 140 مليار دولار بالسنه ما بنيت، هسه لما صار ما عندك حتى رواتب الموظفين توزع ونص الميزانيه ديون تسددها تبني العراق اليوم؟ منطق هذا؟ مو منطق هذا. فهم يردون يرجعون مره ثانيه للدوله حتى يبقون من جديد ويكملون البوقه. واعتقد الشعب العراقي اليوم ما اعتقد انه يقدر يوصلهم مره ثانيه للخزنه حتى يبوقون. نعم. نسال الله العفو والعافيه ان شاء آمين الله. امين امين كل عام بخير دكتور. وانت بخير. انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا ابو ايسر من تركيا. ابو ايسر، كيف ترى تفجير مدينه الصدر ومن يقف وراء هذا التفجير برايك؟
أبو أيسر والعيد بالسلامة على العراقيين. آمين يا رب. الله يسلمك. هاي الرواية أستاذ مستمرة. نعم. احنا تعرف انه عادل العامري اللي هسه مخلينا على رأس الحشد الشعبي كان يقاتل ضد الجيش العراقي ويقاتل ابناء العراق وهو عراقي. فلا تستغرب انه ما يقتل ويفجر وكل شيء يسوي في سبيل يقتل الوطنية بالعراق، لان ما يريدون انه احنا اي اذية بالنسبة لايران، لان هم ديول ايران. فالعراق رمز الأمة العربية، فإيران تريد تدمره. إيران موافقة حتى أمريكية، يعني لا تتصور أنه هاي الـ الإعلانات اللي تصير والإعلام اللي يصير الأمريكي والإيراني على الملف النووي وغيره وغيره، فهاي التفجيرات كلها مفبركة ويذبوها براس داعش. داعش هو منو دخله؟ دخل بأمر من المالكي، هو رئيس حزب الدعوة. والحزب الدعوة هو يعني صار بإيران. طبعا أكثر الأحزاب اللي تحكم العراق هي ذيول الإيران، فلا تتصور أنه هاي القضية راح تنتهي إلا أنه إذا المرجع يقول أنا مرجع حقيقي بالنسبة للعراقيين ويفتي فتوى يقضي على هؤلاء. فما كفت، لأن الشعب العراقي يعرف أنه هذا المرجع ليس عراقي. زين أبو أيسر، نعم، يعني اختيار التوقيت، اختيار التوقيت بيوم عرفات يصير هذا التفجير، هل اختيار هذا التوقيت أمر اعتباطي؟ يعني قبل كل عيد لا هذا يصير تفجير وفاجعة لدى العراقيين؟ لا أستاذ، هذا كله من عندهم. تذكر تفجير الكرادة وغيرها من قبل العيد. فهاي كلها رواية مستمرة، ويريدون يرجعون الطائفية. ليش هم من دخلوا داعش؟ ليش ما دخلوا من الجنوب؟ مع العلم داعش هو نفس تنظيم القاعدة اللي دعمه كله إيراني، وحتى تنظيم القاعدة وقياداته هسه موجودين بإيران. نعم. دخلوا بأمر من المالكي يسحب الجيش، دخل داعش حتى يقتل الوطنيين من أهل السنة والضباط السابقين، ويقولون عليهم دولة على أساس دواعش وكذا، وبعدين سووا عليهم القابض وفتوى، دخلوا ودمروا المناطق السنية، وهسه ما بيديهم شيء. عليهم من رجعوا شافوا ناشطين والمتظاهرين تشرين، نعم، وطنيين يريدون يزيحون هاي الغمة من هاي الأمة، فبدأوا هسه يفجرون ويقتلون، والانتخابات قربت حتى يقولوا للكاظمي احنا موجودين انت ما تقدر كل شيء تسوي. والكاظمي ما عنده شجاعة، هو يقدر بس ما عنده شجاعة، يعني متردد. نعم أبو أيسر. أبو أيسر من تركيا كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. أهلا بكم من جديد، معنا اتصال صباح من بغداد. أخي صباح، اليوم صارت فاجعة في مدينة الصدر، تفجير راح نتيجة ناس أبرياء وبيهم أطفال ونساء وجرحى، اختيار هذا التوقيت في يوم عرفة
برأيك من يقف وراء هذا التفجير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قناتكم الكريمة. بالنسبة لهذه التفجيرات احنا تعودنا عليها، كل بداية انتخابات تصير تفجيرات ويصير الوضع الأمني في بغداد بالذات بغداد مزري. ليش تستغل الناس المتنفذين والمسيطرين واللي لهم مصالح بهاي التفجيرات؟ من هو سواء إرهاب داعش أو إرهاب الحشد، هم الاثنين مستفيدين من هذا الوضع. الضحية منه؟ الضحية الأبرياء. الحكومة كمصطفى الكاظمي يقف عاجز عن تقديم الأدلة وتقديم الجنات كل مرة. يعني هاي التفجيرات شلون طبت إلى مدينة الصدر؟ شلون دخلت؟ وين السيطرات؟ وين الشرطة الاتحادية وزارة الدفاع والأمن الوطني اللي صرفهم عليها مليارات الدولارات وهو جهاز إرهابي، هو جهاز مخترق؟ يعني هاي المفخخة أو العبوات شلون طقت على الناس الأبرياء؟ غير يحاسب المقصرين أمر السرية وأمر الفوج وأمر اللواء وقائد الفرقة وحتى وزير الدفاع المفروض يذب استقالته وزير الداخلية على هيك كارثة. يعني هيك أرواح الناس ما تهمهم السياسيين ولا قادة الكتل. المهم الانتخابات يزعزعون الوضع في سبيل الحشد، ينقل لك صورة ان الارهاب موجود، ارهاب داعش موجود، في سبيل يقول لك احنا الملجأ الاول والاخير هو الحشد وامن الحشد، هو اللي موفر الامان، هو اللي دافع شرف العراقيين والعراقيات. هيك يريدون. واحنا نعرف ان التفجيرات كلها منسوبة يا اما داعش 20% و80% الى حزب الدعوة وبدر، وهو من لفهم كل الاغتيالات وين الاجهزه الامنيه؟ وين الاجهزه الامنيه من هذه التفجيرات؟ استاذ عمر، الاجهزه الامنيه هي جزء المفروض هم مقصرين ويتحاسبون. المفروض الاجهزه الامنيه ملتهين بالموبايلات وارقام يرقمون بالعالم ويريد يصعدون جكسارات وبيوت فخمه يبنون وسرقات واموال. هاي الاجهزه الامنيه، الاجهزه الامنيه ما يهمها الملف العراقي ولا يهمها ارواح الناس. ولا ليش هسه هذا الاختراق صار الاختراق الامني في مدينه الصدر وهذا التفجير؟ وين الاجهزه الكشف اللي استوردوها ملايين الدولارات؟ يعني ماكو. هي الحكومة سايبة وناس مو أهلها جاي يحكمون، لا وزير الدفاع ولا وزير الداخلية ولا مدير المخابرات ولا أمن الوطني ولا حتى الاستخبارات العسكرية اللي خاصين بيها، بس مجرد مداهمات على الأبرياء. يطلعون على منطقة معزولة قرية يداهمون يعتقلون بالمئة واحد، هاي الاستخبارات العسكرية. أما كشف الجنات ومعلومات استباقية، ما عندهم معلومات استباقية بكل هاي التفجيرات. المفروض لو عندهم جهاز حقيقي وعدهم يتابعون هاي الشبكات الإرهابية يعرفون. بس صدقني استاذ 100% ان الحكومة وعلى من رأس الحكومة يعرفون من وراء هاي التفجيرات، ويعرفون هم نفسهم جماعة الكاتيوشا اللي يضربون على السفارة ويفخخون هم نفسهم. هو هسه السلاح المنفلت بيد الحشد، ورئيس الوزراء وكل الوزراء الامنيين يعرفون من وراء هاي التفجيرات ومن وراء الكاتيوشا. هو نفس الجهة ولا شنو التفجير بالابرياء والمدنيين؟ من يقبلها؟ من يقبلها؟ يقبلها مسلم؟ تفجر العوائل وتتفجر الأطفال والنساء والرجال وسوق عادي؟ يعني من يقبل هاي التفجيرات؟ هاي يقبلوها هم في سبيل زعزعة الوضع، في سبيل يقول لك الحشد لازم يبقى وهيئة الحشد لازم تندعم من قبل الناس ولازم نظل مساندة لها، احنا نساند الحشد وهو الحشد اللي حرر وحشد هو المجاهدين. هو يريد ينقلون فكرة هيك للناس، فراح تزداد التفجيرات بالفترة الجاية لأن انتخابات عندهم. هذا يخدمهم، هذا الوضع الأمني المتدهور وقتل الناس يخدم الناس اللي قادة الكتل، وفي سبيل يزورون وفي سبيل يبقى فتح ودولة القانون على رأس الهرم بالحكم. وسويتوا انتوا 18 سنة تحكمون، شو بنيتوا؟ بنيتوا مستشفى، بنيتوا دولة، بنيتوا سويتوا كرامة للمواطن العراقي، بنيتوا خدمات للمواطن، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، صفر. 18 سنة والمرجعيات مع الأسف عليها، وهي جزء من العملية السياسية. كل المرجعيات مقتدى وعلي السيستاني هم يعلمون ان هذول ناس فاتدين وناس قتلة ومساندينهم لحد اللحظة. شلون شكلت انت الحشد؟ الغي هذا الحشد، كافي على صارادات قتل بيد ايران، كافي، دمرت العالم وضحكت الناس علينا. لا خدمات هسه هاي ارتفاع درجات الحرارة والله العظيم كله بسببهم، لا زراعة، لا خزن مياه، لا بحيرات، لا بناء سدود، كل شيء ما سويته وخليته درجات الحرارة بالعراق ترتفع بسبب قلة التشجير والزراعة. اعتمدتوا مصدركم صار الأول والأخير إيران، في سبيل يساعدون إيران بالأزمة الاقتصادية اللي هم يمرون بها، يضحون بالبلد. هذول مو عراقيين،
كل من بالسياسه هسه ويدعي السياسه من السنه والشيعه والاكراد، ذول كلهم عملاء، اللي عميل لامريكا واللي عميل لاسرائيل واللي عميل لايران. ما عندنا سياسيين يفتهمون، ما عندنا سياسيين بنولهم مستوصف او مدرسه. زين، الى متى برايك يبقى هذا الوضع؟ الى متى؟ الى متى القوه الموجوده بالشارع والسلاح يعني المنفلت؟ تبقى هذه الزعامات يعني مصره على موضوع المحاصصه في حتى في تعيين المراكز اللي هي مفترض تكون يعني مناصب امنيه، مناصب لكفاءات لحمايه روح المواطن. دكتور عمر، يعني نعم. الى متى تقول الى متى هم ما طولهم باقين بالحكم والسلاح بيدهم وان ماكو رادع لهم، والقانون العراقي بيدهم، القانون العراقي الفاسد، يعني المقصر سواء قاتل او فاسد او سارق اموال الدوله ما طول القانون يحميه، واكو حزب وراء يحميه، ورئيس كتله يداعي بيه لان ماخذ جزء من الفساد، مثل مقتدى الصدر يدعي بالوطنيه والقوميه، وهو كل وزراء الخدمات هو عندهم الوزراء وعنده 42 برلماني وكلهم فاسدين، يطلع لك يتبجح ويحكي انه ما له علاقه بالسياسه وهو جزء من السياسه. يعني الى متى الا الشعب يثور على هاي القوه المسلحه يعني ينهيها بالكامل؟ هاي مقرات الاحزاب مالتهم ومقرات الحشد الميليشيات، يعني كافي. المفروض عندنا جهه مرجعيه تساند المواطن بطلباته، بهاي التشرينين اللي جاي يطلعون المفروض يداعون بحقوق الناس، لا مرجعيه ويا الشعب، لا سياسي ويا الشعب، لا وزير ويا الشعب، ما عندنا احد يدافع على حقوق المواطن. نعم، يطلعون بالاعلام المسيس مالتهم، الاعلام اللي يدفعوا لهم فلوس، ويحجون على الثوار ويحجون على التشرينيين وينسبون لهم امريكان وعملاء وياخذون فلوس من السفارات. انتم ايش بنيتوا في سبيل الناشط السياسي يطلع يدافع عنك؟ صباح من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا ابو محمود من الرمادي. ابو محمود، فاجعه اخرى حدثت اليوم في مدينة الصدر، راح ضحيتها أطفال ونساء في سوق شعبي. كيف ترى هذا التفجير؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ عمر، شلونك أخوي؟ شلونك؟ يا أهلا بك، الله يسلمك. إن شاء الله عيد سعيد يصير عليك وعلى العراق إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إي والله، جاء السميع العليم. آمين. أخويا، هاي مو فاجعة، الناس الفاجعة اللي قبلها غالي الناصرية، والفاجعة اللي قبلها والقبلها، هاي فاجعات. نعم. ما طول عكو الحكومة والمرجعية السورية لا تمسح العراق، يصير بعد عراق انتهت بعد. واللي فجرهم هذا اليوم اللي فجر هو الحشد. ويسوون الفسهم رياع، ولا ما يصير الحكي يشوفكم. شنو الدليل على ان هذه الجهه هي اللي فجرت؟ وليش فجرت؟ فاجعه عمي، شنو ذا بهاي الاطفال؟ بهذا العيد تهجروا تموت العالم. الله يخليك استاذ عمر. استاذ عمر الله يخليك، شو نقول احنا؟ ما نقول كل شيء عمي، المرجعيه هي الحكومه، هي الجالسة وما يدرس المرجعية. لو اكو اسلام واكو دين اسلام، مرجعية سنية شيعية غيرة كردية عربية، احنا وين شو الناشد؟ ما وين الناشد؟ كلها راضية علينا عمي، ما طول ايران موجود، كلها راضية علي على هذا الحكي. عمي ماكو لا حكومة لا شيعة ولا سنة، احنا الشعب اللي مات، هذول جاي يبنون مستقبلهم بدول الخارج عمي، ما جاي يبنون بالعراق. انت تقول على السد، انا اتصنت عليك على كل شيء، لا سووا سد، لا سووا مستشفيات، لا سووا كل شيء. فعمي الله يخليك استاذ عمر، هذا هم مفكرين عينهم على الطمع مالهم، بحال البلد، بحال الشعب، بحال شيء. انا جاي اكلم، انا هم عندي فاجعه، انا هسه يلا بس بدي احصلك اليوم، صار اربع ايام ما حصلتك. هسه حصلتك عمي، انا هم بالفاجعه، جماعه الرزازه هم عندهم فاجعه. الله وكيلك، لو تشوف الناس هسه بالشوارع شلون، يعني ماكو عيد ما يدري. الله اكبر، اليوم 12 عيد يصبرون على ولدهم، كان محمد ما يقول على الشيعة، يقول على محمد الحلبوسي، يصبر على ابنه 12 عيد ما يشوفه، 12 عيد الله اكبر 12 مغيبين، 12 عيد ما يشوفون اهلهم. لا حول ولا قوة. وبنفس الحكومة لا نندلهم لا نعرفهم. أستاذ عمر الله يخليك، هي مو كلها فاجعات، هي مو بس عجعة على أخواننا الجنوب، وأنا جاي أتكلم وياك خوانا من الجنوب يا أخي، ما جاي أقول لك أنا من الشارع جاي أسولف وياك، يعني إحنا عم وخال
ماكو يعني عشان هاي الفاجعه مال الناصريه النسي هم غفلهم عليهم البيبان وحرقوهم هم نفسهم. ما يقول لك الحاشد الحاشد هم كل ما يصير على مود منطقه بالانتخابات يقطعون الشعب. احنا ماكو فرق لا شيعه ولا سنه كنا اخوان بس عمي مو هيك صيانه فاجعه عمي فاجعاتها جاي تقول فاجعه تصير فاجعتها ما انا ما ادري استاذ عمر الله اكبر احنا نعم. الناشد دول عالميه الناشد دول عربيه الناشد كل شيء الله وكيلك دعتنا ولقمتنا سويه ما تصير يا عمي الله اكبر. الله يعينك والله يفرج عنك وعن جميع العراقيين. ابو محمود من الرمادي كلام معنا رسالة على الواتساب يقول هذا التفجير هي عيدية من الميليشيات للعراقيين وشلون يصير تفجير وجيش الصدر هو من مدينة الصدر بس شاطرين يقتلون المتظاهرين يقول. أما على تويتر فانتشر واسم مدينة الصدر خلونا نقرأ بعض التغريدات. تمارا تقول بكل عيد أكو فاجعة ببغداد مستحيل نعيد مثل باقي البشر تتساءل. علي الجبوري غرد وقال تحت وسم مدينة الصدر هذا الطفل رايح يشتري نزل صورة لأحد الأطفال الجرحى في هذا التفجير قال هذا الطفل رايح يشتري ملابس العيد وتصوب بالانفجار من قد ما ديناته محترقات ماكو مكان يخلون به الكانونة فخلوها برجلة. زيد عبد الوهاب يقول تعس الانتخابات تروى بدماء الأبرياء. شعيب يقول نفذت كل كلمات الشجب والاستنكار والحديث أصبح مكررا بعد كل حادثة والسؤال إلى متى. عمر حبيب يقول عفية الموت ما تيهدر بقلبك يا بغداد أدرش كم شهيد تنطين بعد ما مظلومة مدينة الصدر تزف 25 شهيدا إلى الآن كما يقول نساؤنا مكياجهن دم للعيد مع الأسف. معنا اتصال أبو زينب من النجف تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك. نهنيكم ونهني أنفسنا والعالم الإسلامي بحلول العيد السعيد إن شاء الله عادوا علينا وعلى جميع الناس بالخير واليمن والبركات. آمين يا رب العالمين. ونسأل الله الأمان والأمن لكل العالم. آمين يا رب العالمين. بالنسبة لموضوع الحلقة نعم يعني هاي هي مو مسألة جديدة هاي مسألة التفجيرات والحرائق وحرائق المستشفيات والمخازن مال الأدوية والمخازن التجارية يعني هذا كله مجرد إرباك للرأي العام وبدت هاي الخباثات مال التسقيط بين الأحزاب ويكون ضحيته هو المواطن. يعني هذول لو كان عندهم ذرة من إنسانية وذرة من أخلاق ما يلجؤون يعني إلى هاي الأساليب القذرة وتروح بها ضحايا وناس والله شنو على مود حزب معين يبقى أطول فترة ممكنة. هو الغاية من الحزب أي حزب كان والسياسة مثل ما تعرف هي فن الممكن مو فن التهجير والقتل والذبح والاقتتال الطائفي. وهم بالنهاية كلهم عراقيين سواء كانوا عرب أو أكراد أو تركمان أو مسلمين أو مسيحيين أو سنة أو شيعة كلهم راح يتأذون ويستفيدوا الاستعمار والتسديد هي دول الجوار اللي دائما تدمر بالعراق صار له ما أكثر من 50-60 سنة خلتها بحروب وخلتها بالصراع وخلتها بشغلة. فنرجو من الله أنه يرجعوا صواب لا أكثر ولا أقل وشكرا. شكرا أبو زينب من النجف كان معنا. أحمد على تويتر يقول باكر عيد بس كالعادة العراقيين لازم تكون فاجأة جديدة قبل كل عيد. تغريدة لعباس الطائي يقول رادوا ملابس مو شفن. نعم طبعا أكو دراسة اليوم حيث حذر تقرير بحثي صادر عن جامعة سان فرانسيسكو من تداعيات تصاعد وتيرة الصراع الأمريكي الإيراني داخل العراق. التقرير الأمريكي أكد بأن إيران
ربما تأمل بالحصول على ثمن من الولايات المتحدة مع زيادة الهجمات العسكرية داخل العراق وخاصة من قبل ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران وتعمل تحت القيادة المباشرة لطهران كميليشيا حزب الله في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة أمام أنشطة هذه الفصائل المسلحة. ولفت إلى أن أمريكا ترغب بالبقاء في العراق معتبرة إياه بأنه خط الدفاع الأخير ضد الهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط ونفوذها المتزايد في العراق وسوريا واليمن فضلا عن لبنان. صحيفة واشنطن بوست تحدثت وقالت بأن الكاظمي استسلم للميليشيات وأصبح تابعا لها بعدما وعد بكبح جماحها في بادئ الأمر. وأكدت الصحيفة الأمريكية بأن أزمة الكاظمي أمام تغول الميليشيات في الدولة دفعته للتمسك ببقاء القوات الأمريكية في العراق لضمان بقائه في السلطة، خاصة بأنه شخصية تفتقر إلى السلطة السياسية الحقيقية. وأشارت الصحيفة إلى أن الكاظمي يريد إيجاد طريقة تساعده على البقاء في منصبه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. إذن تفجير في مدينة الصدر، أبرياء من النساء والأطفال والشباب وكبار السن، شهداء وجرحى، الحصيلة النهائية يعني ما زالت في ارتفاع، لا توجد يعني حصيلة نهائية. آخر الإحصائيات أشارت إلى أن عدد القتلى أو الشهداء ارتفع إلى 10 عراقيين بحسب ما جاء لصحيفة العربي الجديد، وبحسب مغردين عراقيين على منصات التواصل الاجتماعي فإن العدد ارتفع إلى أكثر من 20 شهيد والإصابات يعني بلغت بالعشرات. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. ربي على كل عام وانت بخير يا ربي. وانت بخير يا رب، وانت عليكم بخير والسلام يا رب. أخي عمر، هاي أجندة خارجية إيرانية إسرائيلية، هذول يعني بيقول لك إحنا مثلا من الشيعة، هم ما خدموا لا الشيعة ولا السنة ولا أي شيء، هم جايين هدفهم قتل العراقيين. يعني ما يفرقون بين شيعي وسني أو يدمون من البلد. يعني صار من جوه لحد الآن شنو الأشياء اللي سووها؟ ولا يهتمون ولا يستنكرون ولا أي شيء، لأن هم عملهم هو هذا خطهم. فالعراقيين ابتلوا بالزمرة الفاسدة هاي، يعني لا صحة لا زراعة لا اقتصاد لا كل شيء، دمروا كل شيء. يعني رجعونا مئات السنين. هم دول هذا هدفهم وأجندتهم. يعني أنا أعرف واحد يقول لك مثلا يا باني ما أقدر، إنه حتى ما يقدر يعني يشتغل يحاربوه ويقتلوه. فهم هذا هدفهم، قتل العراقيين، إرهابهم، تدميرهم، تجويعهم، إذلالهم قدام العالم كله، حتى الرأي العالمي الدولي وكلها متآمرة على العراق كلها بدون استثناء، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل، يعني كل الدول. ويعني البلد يضيع وما مهتمين. يعني البلد لما يقول إحنا جايين نحكم، أنتوا تحكمون بالعدل. نعم. هم جاي بس قتل العراقيين وتدميرهم يعني على بكرة أبيهم. يعني التفجير حرام والله. يعني احنا كبشر الله خلقنا نكون يعني اسلام لو مو اسلام. شنو ذنبهم؟ شنو ذنب هالمستشفى مال الناصريه؟ مال النهروان. نعم. تفجيرات بالمستشفيات، حرق المستشفيات، يعني ما زلت. بس الشعب ما يدري، ما يدري بده يعرف يتصرف. لان اجنده خارجيه، وهذا قبل سوى اي واحد سوى جيش وعصابه قتل وارهاب وحدث ولا حرج. نعم. ويعني واحد مصيبه والله ما شحش. انا لله وانا اليه راجعون. اي والله مصائب اخي. نعم. عمر ترى يعني اقتل الوحيدين المحترمين، انا بصراحه اقول محترمين وعباد الله انتم. يعني ما تشوفون آلام الناس وتحجون بها، هذا أصلكم لأن أنتوا إسلام، بس هذول خنازير أخي. يعني الله المعين، نسأل الله عز وجل أن يعني يحمي العراقيين وأن يرحم الشهداء وأن يشافي الجرحى. رسالة على الواتساب من محمد الجميل يقول: يحرقون العراقيين في كل يوم وفي كل مكان، مع أن جراحات فاجعت مستشفى الحسين في الناصرية لم تندمل بعد. يفجرون الأبرياء في ليلة العيد
ليقضوا على أي فرحة قد تلامس قلوب المكلومين. لا يمكن لعميل يحكم بلدا أن يحمل قلبه رحمة للشعب المنكوب. نفوس لئيمة حاقدة لن تشبع من دماء الأبرياء. رحم الله شهداء تفجير مدينة الصدر، ونسأل الله أن يشافي الجرحى وأن يجنب الشعب العراقي الفتن يا رب. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بألف خير، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.